السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان سعيد وهبي: الرجاء لم يكن في كامل جاهزيته أمام المنسير التونسي. وفي تفاصيل الخبر أكد سعيد وهبي الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء الرياضي أن الفريق الأخضر حقق الآن بالتأهل، رغم أنه كان كيدرك باللي المهمة ما غتكونش سهلة في تونس. ووضح وهبي في تصريح خصي لموقع سبور 1 أن فريق الرجاء واجه فريق كيتوفر على تنافسية كبيرة في الوقت اللي كيعانوا فيه النسور الخضر من قلة التنافسية بحكم إيقاف البطولة الوطنية لحوالي 40 يوم. ووعد الناطق الرسمي جماهير الفريق الأخضر بأن فريق الرجاء غيكون في أفضل حالاته بعد استعادته لتنافسيته، وشال أن الأهم أمام المنسير التونسي كان هو تحقيق التأهل. الرجاء الرياضي يبدأ استعداداته لقمة أمام اتحاد طنجة. وجرى فريق الرجاء الرياضي أول حصة تدريبية ليه أمس الثلاثاء استعدادا للمباراة القوية واللي غتجمعه فريق اتحاد طنجة برسم الجولة السابعة من البطولة الوطنية، وهي المباراة الوحيدة اللي تم تأجيلها بسبب سفر الفريق الأخضر لتونس. واستافدوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي من راحة في تونس قبل ما يبداو استعداداتهم لمواجهة اتحاد طنجة أمس الثلاثاء، علما أن المباراة غتجرى غدا الخميس بالمركب الرياضي محمد خامس في الدار البيضاء بداية من الساعة 7:30 مساء. وغيجري فريق الرجاء الرياضي جوج حصص تدريبية استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة غدا الخميس، علما أنه غيواجه الأحد المقبل فريق الدفاع الحسيني الجديدي برسم الجولة الثامنة من البطولة الوطنية. خبر في نفس السياق بعنوان الرجاء يبحث عن كسر رقم سلبي أمام اتحاد طنجة دام 16 سنة. وكيبحث فريق الرجاء الرياضي غدا الخميس على الانتصار، وذلك ملي غيستقبل اتحاد طنجة في إطار مؤجل الجولة السابعة من البطولة الوطنية. وكيسعى الفريق الأخضر لتحطيم رقم سلبي دام حوالي 16 سنة، إذ كيرجع الفوز الأخير اللي حقه فريق الرجاء الرياضي بالمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء للدورة 24 من البطولة الوطنية موسم 2004-2005، ملي انتصروا أصدقاء هشام أبو شروان على اتحاد طنجة بخماسية مقابل هدف واحد. والتقى فريق الرجاء باتحاد طنجة بعد الموسم المذكور على أرضية الدونور في ثلاثة المناسبات: الأولى برسم الجولة 15 موسم 2015-2016 وانتهت بالتعادل الإيجابي بجوج الأهداف المثلى، والثانية لحساب الجولة 19 موسم 2017-2018 وآلت التعادل بنتيجة هدف لمثله، والثالثة برسم مؤجل الأسبوع 26 في الموسم الماضي وعرفت هزيمة النسور بهدف نظيف. سيناريو أنس جبرون يطارد لاعبا جديدا في الرجاء. وبات سيناريو أنس جبرون لاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي كيطارد لاعب جديد في الفريق الأخضر بحكم التهميش اللي طالو خلال الفترة الأخيرة بعد ما بات خارج اهتمامات مدربه جمال السلامي. وأصبح محمد المكعزي كيعاني التهميش والظلم عكس باقي اللاعبين رغم توفره لإمكانيات بدنية وتقنية جيدة، علم أن جمال السلامي مدرب الفريق تشبت بضمه لصفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي قبل الماضي وكلف خزينة الفريق الأخضر الكثير من المال بعد ما اضطروا مسؤولية الأخير لمفاوضات المغرب التطواني عوض انتظار انتهاء عقده وضمه في صفقة انتقال حر. وطالبت الجماهير الرجاوية بدورات الطاقم التقني للفريق الأخضر بمنح محمد المكعزي فرصة الدفاع على ألوان الفريق، ودعت جمال السلامي لعدم تكرار السيناريو السابق لأنس جبرون بعد ما اضطر هو الآخر للرحيل ومجانا على صفوف الرجاء. وسأل لاعب محمد المكعزي من الوضع وعبر عن غضبه فور نهاية المباراة اللي جمعت فريقه بمضيف الاتحاد المنسيري التونسي في دور ما قبل المجموعات الأحد الماضي بعد ما خضع لفترة إحماء طويلة استعدادا للدخول كبديل في المواجهة المذكورة، وبقى على خط التماس طويلا في انتظار فرصة دخوله وهو الشيء اللي ما حصلش. الأندلسي: الرجاء ما شافت غير الخير مع جمال السلامي. وفي التفاصيل حسم رئيس الرجاء الرياضي رشيد الأندلسي الجدل بخصوص مستقبل جمال السلامي مدرب الفريق الأخضر وباقي أفراد الطاقم التقني مع الفريق بعد ما طالبت الجماهير الرجاوية خلال الساعات القليلة الماضية بضرورة التخلي على خدماته والتعاقد مع مدرب جديد بديلا ليه. ونوه الرئيس رشيد الأندلسي بالعمل الكبير اللي قام به الطاقم التقني وعلى رأسه المدرب جمال السلامي، وأكد أن حصيلة هذا الأخير منذ تولي قيادة الفريق الأخضر خلف الفرنسي باتريس كارتيرون أكثر من إيجابية بعد ما قاد فريق الرجاء تتويج بلقب البطولة الوطنية اللي غاب على خزينة الفريق ثلاث سبع سنوات كاملة، إضافة للبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي غاب على النسور الخضر ثلاث 15 السنة الماضية. واستغرب رئيس الرجاء الرياضي في تصريح خاص بموقع لو 360 سبور مطالب جماهير فريقه بإقالة المدرب، وقال بالحرف: مطالب الجماهير غير مفهومة والرجاء ما شافت غير الخير مع جمال السلامي. وقال رشيد الأندلسي في تصريح ذاته أنه من غير المقبول تشكيك في كفاءة مدرب النادي اللي حقق نجاحات مع الرجاء والفتح الرباطي وقاد أيضا المنتخب الوطني المحلي للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا الشان، وشار أن موضوع التخلي على مدرب الفريق الأخضر غير قابل للنقاش بتاتا وأن إدارة النادي كتربط التزامات مع السلامي وهذا الأخير عنده كذلك التزامات تجاه الفريق.
ووضح رئيس الرجاء الرياضي ان المكتب المسير للفريق الاخضر كيعرف جيدا بلي الاستقرار التقني اساس نجاح الانديه الكبيره، وان مسؤولي الفريق عندهم كامل الثقه في السلامي، وان هذا الاخير غيحقق ان شاء الله نجاحات اخرى رفقه الرجاء هذا الموسم. هذا ما قاله محسن متولي حول الاصابه وعصبه الابطال الافريقيه، وفي اول خروج ليه عبر اذاعه ام اف ام بعد الاصابه اللي تعرض لها قال محسن متولي لاذاعه ام اف ام بالحرف: توحشت الماتشات، انا كنموت على الكره والا ما لعبتش كيبقى فيا الحال، قدر الله وما شاء فعل، جاتني اصابه خطيره في التدريب، الحلم اللي باقي ليا مع الرجاء هو الشامبيونز ليغ، كنطلب من الجمهور مره اخرى انه يقبل اعتذارنا واعتذاري انا خاصه، والا طول الله في العمر في العام الجاي غنضربوا على الشامبيونز ليغ وغنضربوا عليها ديال بصح. وزاد متولي: تبارك الله عندنا لعابه واسماء كبيره في الفرقه، ولكن خاصهم يعرفوا انهم كيلعبوا الفرقه كبيره وهي الرجاء، وان اي فرصه ما خصهاش تضيع. وختم متولي الحوار ديالو بالقول: حنا كلاعبين شرينا البطائق ديالنا، وكنتمنى من الجمهور حتى هو ينخرط في حمله بطائق المشجع باش نعاونوا الفريق. الكاف يضع الرجاء في ورطه قبل الديربي، وفي التفاصيل حدد الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف يومي 17 و18 مارس موعد اجراء مباريات الجوله الثانيه لدور مجموعات كاس الاتحاد الافريقي، مع العلم ان فريق الرجاء غيكون ملزم في 21 مارس المقبل بخوض الديربي البيضاوي امام غريمه التقليدي الوداد برسم ذهاب الدور العاشره من البطوله الوطنيه، وغيزيد السفر من متاعب الفريق الاخضر على اعتبار انه غيخوض الجوله الثانيه من دور مجموعات كاس الكاف خارج ميدانه بتنزانيا بعد استقباله في الجوله الاولى لفريق غانا الزامبي، وغيكون لزاما على فريق الرجاء ايجاد رحله للعوده في اليوم الموالي للقاء المغرب من اجل استعداد لفتره قصيره قبل اجراء الديربي البيضاوي. مراسله جديده من الطاس تؤيد خلاف فخير والرجاء يواجهها، ورسلت محكمه التحكيم الرياضي الطاس فريق الرجاء الرياضي لطلب الحصول على دفعاته بخصوص مبلغ 140 مليون سنتيم اللي كيتشبث محمد فخير بضروره الحصول عليه، وكيمثل ديونه اللي كانت عالقه بذمه الفريق الاخضر قبل اقالته من منصبه. ووضح مصدر متتبع الملف ان الطاس كترغب في معرفه موقف الرجاء قبل منح مهله لدفاع فخير من اجل الرد على دفعات الفريق الاخضر الحسن في القضيه، ورفض المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي الاعتراف الفخير بمبلغ 140 مليون سنتيم، واعتبروا ان مبلغ 580 مليون اللي حكمت به الطاس لفائده فخير كيشمل جميع مستحقاته، في الوقت اللي كيعتبر دفاع فخير المبلغ كيخص التعويض على فسخ العقد من جانب واحد وما كيتضمنش ديونه القديمه، ورفض فخير التنازل على المبلغ للرجاء اذ كيصر على الحصول على 580 مليون سنتيم من المنح اللي غيضمنها فريق الرجاء بالكاف و 140 مليون مباشره من خزينه الفريق. صوره سفيان الرحيمي رفقه رئيس اتلتيكو برشلونه السابق، وفي تفاصيل الخبر تم تداول صوره حصريه لسفيان الرحيمي رفقه خوان لابورتا الرئيس السابق لبرشلونه والمرشح الحالي لعوده السيل بلاوغرانا، وكترجع تفاصيل الصوره اللي امامكم للموسم 2004-2005 من اللي قام اشهر رئيس في تاريخ البارسا بزياره المقر الرجاء بلوازيس في اطار علاقه صداقه وتعاون بين فريق الرجاء الرياضي وإف سي برشلونه الاسباني، واستغل لابورتا تواجده في تدريبات فريق الرجاء الرياضي والتقط الصوره مع ابناء مدرسه الفريق واللي كان ضمنهم انذاك ابن يوري سفيان الرحيمي نجم الرجاء الرياضي حاليا وهداف واحسن لاعب الشان. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال باب، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.